السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحلقة رقم 67 لكفال الله كفار 67، تا حلقة 67 أه عرض الإسلام على القبائل والأفراد. النبي صلى الله عليه وسلم حقو من الطائف أقبلا أه حقولا دي قبائل آه الاسلام بأفراد افراد وحق ولا اقول وحق اسراج وحق اسراء والمعراج يعني آه ديبا قبائل اسلام العرض قباء آه الاسلام اليوم قباد دعوات قدم بهم بشكل قبيله قبيله كاين كانا والافراد كمان زعماء ولا آه الاشخاص آه وروكاين حسب بقى كانوا شيخ لقباء واجهت لقباء زعيم لقباء رئيس لقباء دعوات الله وطاحم على ولا القبائل كمان وكمان اسواق علت العرب آه بذير دي هذه أسواق لهم ثلاث سوق على قولهم سوق حكاز وسوق مجنه وسوق ذو المجاز او ذو المزاج المجاز لهم ثلاث سوق علو وجيب لهم ثلاث اسواق فنجان الطائف ومنقى نخل العلى وفنجان مكه ومن كين عرفه جبل الرحمه العلى كأنها توم لهم ثلاث اسواق كدي بورو كان فترة من القاعدة قاعدة لتقصوا على وكدي بكار لا يتقصوا كدي بس على ساي الأسواق إلا كمان النبي صلى الله عليه وسلم قص الدعاء على وندقيسة دعوات لما يعني دي بقى على والحلقة لا إلا جن الأديبوتو النبي صلى الله عليه وسلم قف عودة ديبهم وحقوها يعني لا مؤمنين غير أهل مكة سبل آمنوا ومبر أهل مكة لأنه لفترة إلا كل دعوة دي مكة على من الطائف بقيد أقبله حقوا من السلاء والمعراج أقبل النبي صلى الله عليه وسلم لقى حدثت اللي حدث لي فإن شاء الله سنتلالي عليه أرد الإسلام على القبائل والأفراد كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أمره الله بالهجرة بالدعوة بالجهر بالدعوة أنه كان يخرج في موسم الحج وأيام أسواق العربي إلى منازل القبائل فيدعوهم إلى الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص جهرا دعوة قدم قباء من اللو حرب دي قبائل بقى بقى العرب التاكاناتهم والتأسواقهم والتمواسم ناي حج كم سلمتو دعوات قدموا على و سماحة إسلام وفضل إسلام رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وأشهر أسواق العرب في الجاهلية وأقربها إلى مكة ثلاث أسواق حكاذ ومجنة وذو المجاز وعكاز قريبة بين نخلة والطائف كانوا يقيمون بها السوق من أول شهر ذي القعدة إلى عشرين منهم من يوم آه اول شهر ذو القاعده قدم حج متي ذو القاعده وحرز الحجات يوم 20 اللي الوارح اللي ولا كان ولا كان ولا سوق عكاز نظام عداقات ونظام سوق بعد موسم بعد كل فتره كانت سنه كان على دي بول اجتمع على والنبي دعوات قدم على صلى الله عليه وسلم ثم ينتقلون منه الى مجنه برضو السوق اللي لمجنه البهل فيقيمون بها السوق الى نهايه شهر ذو القاعده العصر يوم للتنرر باقي دي بلا كان مجنه السوق علو وهي موضع في وادي مر الظهران اسفل مكة من تحت مكة شوية. ديب اللي وادي ديبو على شوية دي وادي ظهران على 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 السوق السوق لسوق لسوق مجنة واما ذو المجاز فهو خلف جبل عرفة جبل عرفة بقر راهو خلف جبل الرحمة تحل عيسى الامور لدبر من مسجدنا عرفة من وادي عرنا واللي من قدم كان عند حلفك لجبل هلا دبر, هلا دبر الرحمة جبل الاحمر ومن كانوا على السوق لسوق اللي سوق ذو المجاز. آه وكانوا يقيمون هناك سوق من اول ذي الحجه الى الثامن منه، من يوم واحد ذي الحجه سك يوم ثمانيه ودع ثم يتفرغون لاداء مناسك الحج يقلمي يوم تسعه يوم آه عرفاته. فسك يوم ثمانيه من يوم واحد يبل سوقنا المجاز علو. له. لهم ثلاث اسواق ديبهم آه النبي صلى الله عليه وسلم استهدفهم على بدعوته ودعوة دي بقدم عقل اقدم لهم على والعرض على سماحتنا إسلام دي أفراد ودي قبائل ودي مجموعات ودي بتجار ودي بحجاج كده النبي صلى الله عليه وسلم ومما اتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى الاسلام وعرض عليهم نفسه ليأووه وينصروه ومن لهم هيني لقبائل النبي صلى الله عليه وسلم لقيس يوم بتحديد منهم قال دعوته قل اقبلوا واقل أه لحموا واقل وأقول له انصروا وقل حقوا فو مسلم وقل له مسلم وقل, وقل يعني ولا دعوات حمايتي قول له ولا دعوات ان شاء الله لحد يوم ودعوات لقدم ما لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقيس يوم قلهم لهم قبائل وقول لهم افراد ادل قني بقول لهم هلا وقول لهم تو بنو عامر بن سعسعه أه وبنو محارب بن خصفه وبنو فزاره وغسان ومره وبنو حنيفه وبنو سليم وبنو عبس وبنو نصر وبنو البكاء وكنده وكلب وبنو الحارث بن كعب وعذره والحضارمه فلم يستجب لهم منه احد لهم كلهم منهم اورو استجابه انا اريد كبت منوني صلى الله عليه وسلم ولكنهم اختلفوا في اساليب ردودهم لكن رد لنا يوم بل ابو علوت لما ديب كوبال دي اختلف عليه فمنهم من رد عليه ردا جميلا يعني بأدب وبلطف وبحشمة وباحترام وهجيا أه حبون وهجيا محترم وبلا تهاجو وهلو قبل سو ومنهم هيني من اشترط لنفسه أن تكون له الرئاسة بعده ومنهم من قال يعني صرم هيني إحنا لزعمت جراك إحنا نحدي لنا وكان ودقنا وإلا لبيل هلا هل ومنهم هيني برضو من قال أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك ومنهم من رد عليه ردا قبيحا وكانوا بين وكانوا بين حنيفة رهط مسيلم الكذاب أقبحهم ردا صرم هينين عشيرتك ولا عدك ولا قبيلتك وتوم يتبعوك وتوم الأمر زيادة منينا آه باكم منو توم يتكبتو منك اسأل الأبو وصر يعني ردنا يوم رد قبيح على وأكثر قبيلة رد آه كوي ورد حمق ورد آه يعني مؤذي ومضر آه ومشين آه كفو رد لا 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 بنو حنيف علو اللهم هني آه مجموعات وقبيلات وحاشيات وإلا مجموعات ناي مسيلة من كذابتهم آه أقبحهم ردا اللهم علو أقبح شيء وأكثر شيء لأزيات لبر ديبو لا حلقة الله حلقة عرض الإسلام على القبائل والأفراد دي بقول لك اللي ستهليت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته